السلام عليكم طلابنا الاعزاء من على شاشه فضائيه العراق التربويه نكمل لكم طلابنا الجزء الثالث من عناصر الزمره الثالثه ووصلنا طلابنا شرحنا عناصر الزمره الثالثه كذلك شرحنا الالمنيوم شرحنا وجوده شرحنا ما هي عمليه استخلاص الالمنيوم الذي عن طريق طريقه هول هسه طلابنا شرحنا ايضا صفاتها طلابنا هسه وصلنا الى الخواص طلابنا صف ثالث متوسط كل خواص عندي متكونة من من خواص فيزيائية وكذلك كيميائية الخواص الفيزيائية دائما تجينا على شرح نقاطها مثلا قليل كثافة موصل جيد الحرارة موصل جيد الكهرباء أما بالنسبة للخواص الكيميائية تكون أكثريتها ما أقول لك الكل أكثريت عندي خواص الكيميائية تجيني على شكل معادلات طلابنا صف ثالث متوسط الخواص الكيميائية تجيني على شكل معادلات اما بالنسبه للخواص الفيزيائيه خلينا نشوف هسه شنو الخواص الفيزيائيه للالمنيوم؟ طلابنا الاعزاء عند الخواص الفيزيائيه الذي وهي شوف طلابنا عند الخواص الفيزيائيه للالمنيوم شنو هن؟ اول شيء احنا كخواص الالمنيوم الذي اولا سميناها الخواص الفيزيائيه، ليش استاذ؟ احنا عندنا بس خواص واحدة لا كخواص الالمنيوم عند اثنين الخواص الفيزيائية وكذلك الخواص الكيميائية نجي هسه نذكر حاليا الخواص الفيزيائية شنو الخواص الفيزيائية أستاذ؟ أولا أقدر أسويها أستاذ شرح وأقدر أسويها كيفك أنت نقاط سويها نقاط أسويها ثلاث نقاط أولا أستاذ أنا يعني سير أسويها شرح أنت براحتك طلاب أولا الألمنيوم يعتبر فلز ذو مظهر فضي اولا الالمنيوم فلز ذو مظهر فضي استاذ نوبات طالب يسال يقول لي شنو ذو مظهر فضي هسه استاذ انا ما اعرف طلابنا أكثرية هسه بالبيوت كذلك في المطاعم من يجيني هاي الاطعمه شلون تتغلف هذا الغلاف مالتها الفوق شنو اللون هذا ذو مظهر فضي زين كذلك جيد التوصيل للحراره والكهرباء شنو جيد التوصيل للحراره والكهرباء اذا الاستاذ هو يعتبر موصل جيد للحراره والكهرباء طبعا هو موصل جيد للحراره والكهرباء كذلك نقطه ثلاثه طلابنا قليل الكثافه طلابنا قليل الكثافه يعتبر الالمنيوم زين طلابنا هسه نجي على الخواص الكيميائيه نجي على الخواص الكيميائيه الخواص الكيميائيه للالمنيوم طلابنا وياية. الخواص الكيميائية للألمنيوم الذي تعتبر شنو؟ أولاً تأثير الأوكسجين في الألمنيوم، ليش؟ لأن طلابنا الأعزاء هسا أنت شوف احنا حالياً الإنسان يتنفس, يتنفس أوكسجين، فدائماً الألمنيوم شوف انتبه على هاي الكيميائية، كلش مهمة طلابنا. احنا شرحنا الخواص الفيزيائية قلنا سويناها ثلاث نقاط. بالنسبة للخواص الكيميائية طلابنا ويايا أولاً تاثير الاكسجين في الالمنيوم عندي هذا يقول لي عند تعرض الالمنيوم الى الهواء يتاكسد سطحه الخارجي، ليش؟ استاذ هذا هم يجيني من ضمن هاي الخواص الكيميائيه هم تجيني كتعليل، طبعا يجيك تعليل طلابنا يجيك هذا تعليل ليش؟ فيكتسي شنو استاذ؟ يكتسي سطحه الخارجي، شلون يكتسي استاذ؟ انا عندي اي طبقه طلابنا اي طبقه من اجي اخلي لها انت هذا الاكسجين معرض مو مثل الحديد الحديد دائما يصير عندي صدى الصدى معناته زنجار يزنجر اما بالنسبه للالمنيوم شوف هسه حاليا بالبيوت بالكاونترات بالابواب بالشبابيك ما يزنجر ليش استاذ لان طبقه لان هذا الاكسجين يتعرض الى هاي يصير عندك طبقه شوف هذا التعليق طلابنا وياي يتعرض الالمنيوم الهواء سطحه الخارجي شنو فيكتسل الالمنيوم بطبقه رقيقه جدا هذه الطبقة رقيقة جدا تصير عليها طلابنا من اوكسيده الذي يكون شديد الالتصاق شنو شديد الالتصاق؟ شلون نقول ملتصقه عليه بسطح الفلز وهذا ما يقي الميزنجر ما يقي الفلز من استمرار التاكل وهذا غير ما يحدث في عنصر الحديد هي بالنسبه للخواص الكيميائيه المن للالمنيوم النقطة الأولى طلابنا نجي على النقطة الثانية أو فرع باء احنا سمي يحترق مسحوق الألمنيوم بشدة وبلهب ساطع محرر طاقة عالية ويحدث هذا التفاعل حسب المعادلة التالية طلابنا أنا هسه من أجي أفاعل هذا الألمنيوم فاعلته كرمز كيميائي كتبته أي أل زائد الغاز الأكسجين الأكسجين O2 راح يولد لي أي أل 2 أو 3 زائد الطاقة نوبات طالب يسأل يقول الأستاذ كم التوازن مطلوب من عندي طلاب المعادلة من أجي أكتبها مثل الميزان عندي مواد ناتجة وكذلك عندي مواد متفاعلة فمن أريد أجي أكتب المعادلة الكيميائية أنتبه عليها أنت حافظ الرمز الكيميائي اللي منهم هو أي الله إيش قد عدد التأكسدة موجب ثلاثة هذا عندك الأكسجين الأكسجين إيش قد هنا خلت لك كل غاز O2 N2 H2 هذا عندي O2 فراح يساوي لي أي ال 2 أو 3 زائد الطاقة نوبة طالب يسأل يقول أستاذ هنا 2 في 3 هاي 6 زين استاذ هاي ضربته هنا في اثنين اي نعم كذلك عندي خل اقول لك اياها شويه طلابنا الاعزاء وياي طلابنا عندي هنا طلاب شوف خل اشرح لك اياها هاي هنا طلابنا طلابنا وياي عندي هاي هنا طلاب طلابنا الاعزاء نجي نكمل وياكم عندي فرع باع قلنا شنو يحترق يحترق مسحوق الالمنيوم بشه وبلهب ساطع محررا طاقه عاليه ويحدث هذا التفاعل قلنا حسب المعادله شرحت لك اياها طلابنا قلنا هاي 3 في 2 هنا 6 كذلك هنا عندي 2 في 3 هذا 6 راح اجي اضرب هذا في 2 اذا من ضربت هذا في 2 ايش قد راح يصير عندي هنا هذا يصير عندي أربعة ليش أستاذ خل تتوازن المعادلة عند جد خال بالناتج كذلك يطلع لي بالمتفاعل هاي بالنسبة إلى فرع باء أو سميناها النقطة الثانية طلابنا هل نجي على النقطة كلش مهمة طلابنا وياي يقول الألمنيوم يعتبر عامل شنو أستاذ مختزل الألمنيوم يعتبر شنو عامل مختزل نوبات يجيني سؤال كذلك تجيك على فراغات الالمنيوم ايش يعتبر صح خطأ مثلا او فراغات الالمنيوم ايش يعتبر عامل مختزل يقول لك هل يعتبر مؤكسد شوف طلاب وياي الالمنيوم يعتبر عامل مختزل ليش هاي عندك تجربه يوضع خليط من مسحوق الالمنيوم واكسيد الحديد الثلاثي وين هذا Fe2O3 في جفنه تثبت فيه وعاء فيه رمل ثم يثبت شريط من مين من المغنيسيوم بطول مناسب وتحرق نهاية الشريط استاذ هذا السؤال شون يجينا بالامتحان نوبات طالب يسأل يقول لي هذا السؤال شون يعني يجي بالامتحان يجيني أما يقول لي اشرح ما هي الخواص الكيميائية للألمنيوم نوبات يقول لي لا اشرح تجربة تفاعل الثرميد نوبات طالب يجيني لا يقول لي تكلم حول الألمنيوم شون يعتبر عامل مختزل إذا شرحنا تثبت وعاء فيه رمل هاي الجفنة بطول مناسب شوف طلابنا وياي شنو عندي بطول مناسب وتحترق شنو؟ وتحرق نهايه الشريط مع الابتعاد عن مسافه لا تقل ثلاثه امتار، استاذ ليش؟ كما موضح طلابنا شوف هاي هنا على الصوره قدامك، شوف هاي الشراره شون؟ وملاحظه تفاعل مسحوق الالمنيوم مع اوكسيد الحديد الثلاثي تفاعلا شديدا مصحوبا بانبعاث كميه كبيره من الحراره وبلهب ساطع. مع تطاير شرر كما في الشكل المجاور قلنا هذا الشكل طلابنا الاعزاء. ينتج هذا التفاعل تكون منصهر الحديد نتيجة قيام الألمنيوم باختزال أوكسيد الحديد الثلاثي وتحرير الحديد الذي انصهر بفعل الحرارة ويسمى هذا التفاعل بتفاعل الثرميد نوباتي يجينا بالوساري يقول لي ما هي أهمية تفاعل الثرميد أو بمن استفاد إحنا تفاعل الثرميد كذلك أقدر أكمل على شرح وأقدر أسويها على نقاط طلابنا أنا هسه أقدر أسويها على نقاط بس قبل ما احكي هالنقاط تفاعل الترميد خلينا نشوف المعادله سادة المعادله ايضا مهمه بالوزاري كلش مهمه لكم طلابنا هاي المعادله انتبهوا وياي المعادله شنو هي؟ يقول لي عندي مسحوق الالمنيوم الرمز الكيميائي مال تي ال زائدا اوكسيد الحديد الثلاثي الذي هو اف اي 2 او 3 راح يولد لي شنو عندي طلابنا؟ اقدر اقول هذا عندي هنا اجيبه ويا هذا طلابنا راح يصير لي اي ال 2 او 3 كذلك يبقى الحديد هذا الحديد اف اي زائد طاقه كذلك طلابنا الاعزاء مثلا وين يستفاد؟ يستفاد من عنده هذا التفاعل او يقول لي ما المقصود بالتفاعل الثرمي طلابنا بالوزاره تجيني سؤال يقول لي ما هي استعمالاته او شنو اهميته؟ اقدر اسويها على نقاط اولا في لحيم الاجهزه الحديديه الكبيره وقد ماسك الحديد، ثانيا يستعمل طلابنا يستعمل الالمنيوم وين؟ لاستخلاص بعض الفلزات، ثالثا يعتبر كونه عام عاملا مختزلا هذا بالنسبة إلى تفاعل الثرميد نجي على النقطة الأخيرة طلابنا الأعزاء على النقطة الأخيرة الذي وهي طلابنا وياي النقطة الأخيرة طلابنا راح يقول لي ايش يعتبر تفاعل الألمنيوم مع الحوامض والقواعد شنو أستاذ تفاعل الألمنيوم مع الحوامض والقواعد يستطيع حامض النتريك عند طلابنا وياي وياي عند تفاعل الالمنيوم مع الحوامض والقواعد يتفاعل الالمنيوم مع حامض الهيدروكلوريك استاذ ويا حامض النيتريك؟ لا انتبه عليها طلاب دير بالك ايش مكتوب هنا يقول لي يتفاعل الالمنيوم مع من؟ مع حامض الهيدروكلوريك المخفف بسهوله محررا غاز الهيدروجين ومكونه كلوريد الالمنيوم كما في المعادله. المعادلة عندك هذا الألمنيوم طلابنا زائداً حامض الهيدروكلوريك HCl أل راح يولد لي كلوريد الألمنيوم زائداً غاز الهيدروجين هذا التعليل كلش مهم بالوزارة طلابنا انتبه عليه تعليل يقول لي ليش لا يستمر تفاعل الألمنيوم مع كل من حامض النيتريك إن كان مخفف أو مركز ليش انتبه عليه بسبب شنو التعليل أستاذ؟ التعليل يقول لك لا يستمر تفاعل حامض النتريك المخفف المركز ليش الجواب بسبب تكون طبقة من أكسيده تعزل الحامض عن الفلز فيتوقف التفاعل شلون استاذ يقول لي لا يستمر التفاعل بسبب تكون طبقة من أكسيده التي تعزل الحامض عن الفلز فيتوقف التفاعل ويفاد من هذه الخاصية في حفظ شنو حامض النتريك أو التيزاب ونقله بأواني من الألمنيوم كذلك طلابنا يتفاعل الالمنيوم مع المحاليل القواعد مثل محلول هيدروكسيد الصوديوم او البوتاسيوم في الماء محررا ايضا غاز الهيدروجين وملح الالمنيوم نستنتج من اعلى طلابنا بان عنصر الالمنيوم يتفاعل مع الحوامض والقواعد محررا غاز الهيدروجين في الحالتين يدعو بالسلوك الانفوتيري ليش شوف طلابنا كما شرحنا المحاضره السابقه يدعى بالسلوك الالمنيوم بالسلوك الانفوتيري ليش انفوتيري طلابنا لانه يستطيع التفاعل مع الحوامض والقواعد الى هنا طلابنا الاعزاء نشكر متابعتكم شكر موصول الى فضائيه العراق التربويه شكرا لكم جميعا نلتقيكم في محاضره اخرى والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته